مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. ومثل العادة بناخذ اتصالاتكم على 04444444 والبداية دائما مع المعلومة. وزير الصناعة وائل بوفعور حرص خلال لقائه وفد من الصناعيي المدافئ على تطوير هالقطاع المنتشر خصوصا في البقاع والشمال والجنوب، واللي بيأمن حاجة السوق اللبناني وبيفيد إنتاجه منه في حال تجديد الاستيراد من هالمنتجات اللي بتدخل لبنان من أكثر من مصدر. وشدد على أهمية المحافظة على هالصناعة الوطنية لأن كناية عن ورش صناعية بتدخل بالتراث الثقافي والاجتماعي لأبناء خصوصا القرى، وتطورت كتير صارت تضاهي الصناعة الأجنبية وقادرة على التصدير في حال توفير الفرص المؤاتية لها. ولكن أعضاء الوفد يلي التقى معالي الوزير شكوا أمامه من تكرار من الاستيراد طبعا، وشكوا أيضا بموضوع التصدير، مفروض أنه يكون في فرص يعني تتأمن فرص ليصدروا. وبالتالي سألهم الوزير أبو فاعور ليه في حوادث عم بتصير لحريق نجمة عن المدافئ، تبين أنه غالبية ما يستورد لا يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة، فأبلغ هذا الوفد قرار وزارة الصناعة بإخضاع المستوردات من المدافئ للفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية حفاظاً على السلامة العامة. يعني لما أي قطاع بيشتكي وبيلاقي استجابة عند الوزير المعني، هيدي شغلة كتير أساسية، هيك بنكون عم ندعم القطاع، عم ندعم الصناعات الوطنية، وعم نحمي أيضاً المستهلك اللبناني. فشكراً لمعالي الوزير وائل أبو فاعور. متابعة. من حوالي 3 أسابيع أحد الزوار، زوار بقع كفرة، طلعوا زاروا المغارة، وتبين أنه معمول أوتوسترات حلو كتير ولكن بحاجة للتسفيت. فبادرنا واتصلنا برئيس البلدية اللي هو كمان رئيس الاتحاد الأستاذ إلي مخلوف يلي صار معي على الخط، وسألته. ويومتها أنا طبعا يلي الجواب يلي عطاني أنا قلته على الهواء وما رح كرره، أنا رح أترك أكيد لرئيس بلدية هو يقوله، لأنه تفاجئوا الناس لمبارح وبعد ما تزفت. أنا اللي بدي أقوله طبعا إحنا انطلقنا من زوار، وأكيد أبناء المنطقة يلي بدهم يطلعوا، مين ما بده يطلع يزور المغارة بحب أنه يطلع على طريق مزفت مش طريق تراب. من هون كانت المطالبة بمحبة وليس بشيء آخر. رئيس يعطيك العافية. بونجور ست ريبيكا، ويعطيكي الف عافيه انت واسره الام تي في كلها. شكرا. انا بعرف قديش كن نشطين وقديه بسرعه قياسيه، يعني اليوم قضاء بشري الحمد لله بعد 50 سنة واكثر من الحرمان، شوي شفنا هيك بدفعه وحده كل المشاريع ونحن تابعناها. وبتمر عم نتابع هلا طريق المغاره بيبقى قفره. بعرف ريس انه قلت لي كانت طريق يمكن متر او مترين، واليوم مشكورين الاهالي يلي تجاوبوا معكم ويلي وسعتوا ودون اي مقابل. يعني خبرنا شوي ليه بعد هالطريق هلا توفنو وبعد ما تزفتت. صحيح ست ريبيكا، نحن مثل ما بتعرفي بعكفرة هي بلدة القديس شربل، هي أعلى بلدة مأهولة بلبنان. بس أنا بدي أقول إن بلدة نموذجية وعلى الخريطة صحيح. السياحية الدينية صحيح. يعني كل شيء عملتوه حتى تستقطبوا أكثر عدد من الناس. نعم. أكيد. ونحن من هذا المنطلق بادرنا بتوسيع طريق المغارة، يلي هيدي الطريق كانت قبل فترة عرضها ما بيتجاوز 3 أمتار. نعم. نحن حولناها هلا لعرض بحوالي 8 أمتار. نعم. وبتعرفي اليوم أهلناها بالبنى التحتية بالمجرير بحيطان الدعم بالأقنية، وطريق تقريبا طولها تنربطها بقلب الضيعة تقريبا توصل مساحتها لحوالي 2 كيلومتر. نعم. مشان هيك ونحن عندنا فترة الشغل اللي بنقدر فيه كبلديات قضاء بشري، لأنه نحن قضائنا ببلش الشتي في أول ضيعة وبينتهي آخر ضيعة،
مشان هيك عندنا بس فتره شي 5 أشهر نقدر نشتغل مثل ما لازم فيها. نعم. هلا الاشغال بعدها قائمه ونحن صرنا باواخر المشروع، اهلناه بالبنى التحتيه، مشروع تقريبا مكلف حوالي $1,200,000 تقريبا، صرنا على اخر. مشكورين الاهالي يلي عطونا من ارضهم 5 أمتار هيدي لمر شربي لتوسعنا هالطريق كله. نحن ما عليه بنطلب من الزوار هيدي بلدتهم، ما عليه يحملونا بعد فتره قليله كثير، وبكره بيزورونا وبيشوفوا انه الطريق اتاهلت مثل ما اهلنا كل طرقات قضاء بشري وكل طرقات بع كفره. عندنا بعد هيدي الطريق عم تاخذ معنا نتفة وقت، لانه كان عندنا شوي ببعض العقارات قدرنا حلينا الامور مع الناس وهلا انحلت ومشينا بالشغل، ويلا ان شاء الله بدي اقول لك ست ربيكا يمكن بايام قليله او باسابيع كثير قليله هيدي الطريق ان شاء الله رح ندعيكي عليها، لانه بعرفك قديش مؤمنه بمار شربل. اكيد نحن وياكي منزور هالطريق ومنزور مغاره مار شربل وبنتبارك منهم الله راضي ان شاء الله. انا بشكرك للتوضيح لانه بعرف قديش كن حريصين، وبعرف لانه متابعه مشاريعكم، والمهم انه دائما بتعملوها مش من زفت نرجع من فوق على شغله نرجع. ما نحن مشان هيك بقى فرد مره حريصين. عملتوها كلها صحيح، كنا حريصين انه ما نعمل شغله ونرجع نخربها مشان خلصنا كل شيء وبيجي الزفت هو مكمل لنهايه المشروع ان الله راضي ان شاء الله. انا بشكرك رئيس بعيد بعد كفر رئيس الاتحاد اللي MTV. شكرا لك. منتابع طبعا اتصالاتكم على 04-444-444. الو الو اهلا مدام، يعطيك العافيه. اهلين اهلين، بس بدي اسالكم، بدي اقول لك نحن مواظبين تعاقد جمعيات مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. نحن قلنا هلا هيدا الشهر التاسع بدون رواتب بدون معاشات. نعم. نحن بنحب نطالب الوزير اللي من كله كل احترام وكل حب لإله انه يشوف شو قصه معاشاتنا نحن بتعاقد الجمعيات، مع انه قلنا فروقاتنا بالماليه. فروقات سنين معاشاتنا وش اسمه، بس بدنا نستوضح الامور ولحتى نعرف لايمتى حنضل بدون رواتب، وبتعرف الحل اولاد وهلا ومدارس واكل. انتم من كم شهر قلتي لي؟ تقبريني هلا صرنا الشهر التاسع بعدنا بلا قبض. ليك دائما في تاخير ودائما كان التاخير يكون لانه انتم معاشاتكم بتجي يمكن من البرامج اللي بتعتمد عليها الوزاره. هلا ما بعرف ما مع الوزير قيوميتجان هذا الموضوع، بدي اساله اكيد لشوف اي متى بتقبضوا، وبفهم انه هذا حق لكم، هذا راتبكم بنتيجه هذا تعبكم، واكيد ما راح يروح عليكم. انا راح اتواصل مع وزاره الشؤون لاعرف اي متى وليه التاخير وبعطيكم جواب اذا الله راد. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو اهلا. بونجور ست ريبيكا. بونجور. أنا مواطنة مدرسة بالتربية من 42 سنة. نعم. ومتقاعدة هلا. نعم. وعطونا الزيادة اللي محسوبة علينا 85%، عطونا أول دفع. نعم. وثاني سنة كانت أقل بكثير، وهلا ثالث سنة بدل ما يعطونا كمان الباقي خاصمين علي 24,000 ليرة. ليش هالخصم هيدا؟ شو جرى؟ وفي ست تانية زيادة معاشة عني 100 أكتر مني، يعني بمية خصمين لـ14. كيف هالحسابات عم بتصير؟ صراحة امبارح كمان حدا حكاني بهذا الموضوع. هلا انا ما بعرف كيف عم تحتسب المراحل الثانيه والثالثه صراحه، من هيك امبارح كنت عم بقول بدي اشوف حدا يقدر يوضح لكم كيف عم تحتسب للمتقاعدين، وفي ناس كمان ما قبضت المرحله الثالثه بعد على اساس كانوا موعودين انه ما عم بارح مع المعاشات. فانا هذا موضوع عم بتواصل مع الماليه فيه حتى اشوف مين بيقدر يطلع يوضح للناس كيف تحتسب، وبالتالي أي متى المرحلة الثالثة. يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون عندي حدا عنده هذه المعلومات يعطيكم إياها بكل هيك وضوح. بأخذ اتصال كمان. ألو ألو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. بليز معك فيني توني في نيوس من الغرفة. إيه أهلين أستاذ توني. بليز أنا اشتريت سيارة سنة 17 شهر الثامن.
نعم. هلا نمروا لي اياها بالنافع هون بطرابلس. نعم. ومشيت السياره بعد شان بلي عليها تظبطها بالنباتيه. ايه لك شو بتعمل؟ بال 2016. ايه ايه لقول لك شو بتعمل؟ كثير نعم. عم بتصير هيدي، بتقدر بدك تتواصل ترجع يعني نزل على الدكوانه. نعم. وبيرجعوا اكيد بيلغوها، عرفت؟ ايه وظبطها. كمان كمان يعني هن انت مش معني ان فيها. يعني هن بيرجعوا بيصححوها عندهم. عرفت؟ مين بنزل على الدكوانة؟ هلا انزل عند مدام هدى سلوم، يعني هي عم تستقبل دائما. نعم. واكيد بيقدروا هن يفيدوك شو لازم ينعمل. اوكي اوكي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي ميرسي. اهلا وسهلا فيك استاذ فينيانوس. فاصل ومنتبع. نتابع الحال عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال جديد. الو بونجور مدام ريبيكا، اول شيء انا بحييك كثير، نحن كثير بنحب برنامجك وبنقدره دائما صوت الحق حضرتك. شكرا. بدي اخبرك عن شغله صارت معي امبارح عشية الساعة 8 بالليل. نعم. باحدى السوبر ماركت صراحة تفاجأت انه الساعة 8 بالليل بلاقي دورية تفتيش من وزارة العمل على احدى السوبر ماركت يلي تقريبا فضيت من الموظفين لانه كلهم كانوا مخالفين. نعم. فأنا يعني التوقيت يعني التوقيت خاطئ عشية بده يكون. لا بالعكس كان منيح التوقيت، عظيم، كان كثير منيح لانه كشفهم كلهم وفلوا كل الموظفين. ويعني المشكله مش بس بالموظف الاجنبي مدام ريبيكا، المشكله نعم. باللي عم بيشغله لهيدا الموظف. اكيد انا وحده من اللي تضرروا من العماله الاجنبيه الموجوده بلبنان. وصاحب الشغل اول ما كنت انسنت وبدي ولد قال لي انا ببدلك بثلاثه مش باثنين. نعم. ثلاثه موظفين. فبنقول له شابو با للوزير، بغض النظر عن السياسه وكل شيء هو عم يشتغل انماء، ونحن بدنا الشغيل اللبناني شو ما كانت رتبته هو اللي يشتغل. نعم. وميرسي لك مدام ريبيكا، ونحن كثير بنقدر برنامجك. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بالنتيجة وزير العمل عم بيشتغل ضمن القانون اللبناني، يعني مفروض يا ريت الكل منحط هالقانون ونشتغل على القانون، ما بدنا لا نكون فوق القانون ولا بدنا نتحدى على حدا. يعني في بعض الأشغال يلي اللبناني ما بيقوم فيها وهاللي مسموحة، يعني الوزارة واضحة في بعض الأعمال هي للأجانب مش للبنانيين، والأولوية لقلهم لأنه اللبناني ما بعرف ليه ما بيشتغلوا. نحن إذا بدنا ننعش بلدنا ما بنقدر إلا نحن نقوم ببلدنا. خلينا نفكر إنه ما نختار مرات شو بدنا نشتغل، نقول هيدا عمل ببلدنا وبدنا نشتغل لنلاقي فرصة أحسن. أنا بشكرك، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور. هلا حكيتني من زير وقلت انطرعنت حولتك لأنه كان معي. إيه حولتك هلا لأنه كان عندي خط قبلك. تفضل. الو بونجور. كيفك مسيو؟ تفضل. بونجورين. شو عندك؟ حولتيني لعندك؟ ايه انا عم بحكيك دغري هلا انا. طيب اوكي. ستريكا. نعم. تفضل. في عندي قصة، انا عمري 70 سنة. العمر كله. طول عمرك وخليني هيك. هلا انا عندي بنت معاقة. نعم. بدي اطلب لبنت لانه مدامتي قايم لي هون سير كمان. نعم. وانا وحدي انا وياها. نعم. فكره انا تاخذي حضرتك من كلام من الامن العام انه يعفونا من قصه المكاتب عم ياخذوا 1500 وهم بدنا نجيبهم نحن، ونحن على وصال على التخت يعني. بنطلب منك شغله صغيره بس انه تساعدينا فيها، اذا بيقدروا يلغوا لنا القصص يعني كلها اللي عم ندفع، ما راح نقدر يعني ندفع. ما هو لما درست الموازنه تضل يعني تعتني فيها. يا استاذ لما كانوا عم يدرسوا الموازنه رفعوا رسم العامل والعامله الاجنبيه، للاسف رفعوها. ما بي وانا يعني يومتها كنت عم بقول معك حق اللي بدي اقول لك ايه، لانه مريت لما بيكون بدنا عامله اجنبيه، لانه لو عندنا نحن ضمان شيخوخه محترم، ولو عنا أماكن تعنى بكرامتهم لهالناس والدولة راعيتهم، ما كان حدا بفكر يجيب عاملة أجنبية.
لأنه أكثر العمالة الأجنبية الموجودة بلبنان خصوصا في المنازل هي لتكون مع الناس يلي بالعمر الثالث يلي بحاجة لرعاية ويلي أولادهم أو عم يشتغلوا أو برات البيت كل النهار أو عندهم ظروف. يعني منا قضية دايما أنه أشعد حال أنه نحن ولا عنا عاملة، لا مش هذا الموضوع. إذا بينعمل إحصاء بينعرف ليه، أول سبب من الأسباب هو ليكونوا إلى جانب هؤلاء، ما بعرف ليه كمان زادوا رسم. هيدا ما بقدر أوعدك بتراجعوا عن الرسم، ما في أوعدك، بس بقدر أوعدك بشغلة أنه نتابع موضوع المكاتب، مين بيضبط مكاتب الاستخدام بلبنان؟ هيدا السؤال لازم نسأله، مين بيضبطهم؟ مين بيراقب؟ لأنه بعرف كتير قصص عم بتصير وبتجي العاملة وبتروح وبتهرب وفي كتير من الموضوع، هيدا لازم يكون كمان من الأولويات. رح تبع لك الموضوع بس ما بقدر أوعدك إنه رح يخصموا لك من الرسم. بسأل كمان اتصال. ألو تفضلي. مرحبا مدام. أهلا مدام ربيكا معي؟ نعم. مدام أنا بدي أحكيكي بخصوص قصة المتقاعدين هالشهر. إيه. أنا والدي توفى وهو متقاعد وكان قائد موسيقى الدرك. نعم. والوالدة بتستفيد من معاشه. نعم. وهي مفلوجة وعندها أكيد أدوية ومين يخدمها وهيك وفي عليها تكاليف. نعم. تفاجأنا هالشهر إنه معاشها انخصم منه 250,000. رحت أنا على المديرية العامة لقوى الأمن وسألت وقالوا لي إنه هو خدم بس 28 سنة، ما بيحق له يكون معاشه هالقد، لازم ننقص له منه، وحتى سلسلة الرتب والرواتب ما حندفع له القسم الثالث. فمين ممكن ينصفنا بهالموضوع؟ أنا ما فهمت عليهم شيء بالمديرية. يعني أقله يعني ما زادوا بس ما ينقصوا. نقصوا 250,000 من أصل المعاش. هيدا بالموازنة وهيدا اللي كانوا عم بالمتقاعدين. هيدا بالموازنة، أنا عندي خبر بس وهيدا ليش أخذوا من المتقاعدين في وهيدا من هيك شفنا ضباط وعمداء وشفناهم المتقاعدين لما نزلوا للأسف على الشارع ليطالبوا بهالحقوق تبعهم، يعني على القليل لا يحسم شيء. طيب يعني هيدا كانت الصرخة قبل الموازنة وما صار شيء مدام. ما هو الموازنة هذه كلها انحسمت بالموازنة الجديدة. طيب يعني بهيك وضع شو بيعمل المتقاعد إذا معاشه ما بيكفي؟ ما نسأل الدولة شو بده يعمل. ما نسأل الدولة، يعني ما في إلا المتقاعدين هالفقرة اللي عم يستفيدوا من هالمعاش يخصمونه من معاشاتهم. يعني صار في حصومات كتيرة للمتقاعدين وللحاليين كمان. يعني انا قالوا لي انه كمان الحاليين بالشغل كمان 100% القطاع العسكري في لبنان كمان اصاب وما اصاب المواطن اللبناني. طيب لمين بدنا نشكي هلا؟ ما بعرف لمين بدنا نشكي، بدنا ننطر الموازنه الجديده يرجعوا يعيدوا النظر. بلكي طيب موازنه 2020. انت لك تواصل قلتي مع الماليه، ممكن تعطينا خبر بهالموضوع انه ليش صار هيك؟ اوكي انا وعدت يعني كل المتقاعدين يلي عم يسالونا انه انا عم شوف مع الماليه مين بيقدر يوضح للناس كيف عم تحتسب، ان كان للمتقاعدين العسكريين ولا بالتعليم ولا المتقاعد، عرفتي؟ تيكون في شفافيه كمان وهيك بحق لكم تعرفوا، اكيد بحق لكم تعرفوا. شكرا كثير مدام. اهلا فيك. كمان اتصال. الو. اهلا. يعطيك العافيه استاذ ربكا. اهلا. تحيه لك. اهلا فيك. بتعرف المسؤولين عنا عندهم احساس او لا؟ بس بدي اسال سؤال. لو عندهم احساس او بيحسوا زبط ضمير بيشوفوا الشباب اللي عم بتهاجر، بدل ما يخلوا الشباب تهاجر يحافظوا عليها يخلوها بقلب هالوطن. يعني نحن عم نحس حالنا مش بدوله ولا باي بلد. نحن للاسف ناجحين بالخدمه المدنيه، بنرجع منكرر هذا حقنا. عيب عليهم بقون، عيب. نحن بدنا حقنا بقون. حاوز يحكوا لي بالطائفيه والمذهبيه والسياسيه والتقاسم والحصص. نحن بدنا حقنا، نحن شباب ناجحين ودفعنا دمات قلبنا لحتى ننجح، بيجي اخر شيء بيصلحونا هيك. لأن لوين اخدين البلد ما بعرف. بتمنى على المسؤولين يكونوا عندهم حس وطني ويكون عندهم زبط من الضمير بس. هن بيقدروا يلي عم يطلع على التقاعد ما يجيبوا حدا مطرحه، ولكن الناس يلي طلبوها لحاجه المؤسسات لها مفروض انه ياخذوا يلتحقوا كانوا بكل طبق بشكل كثير طبيعي. يعني ما بدها كثير نفكر فيها، كثير نفكر فيها. اليوم اذا ممنوع التوظيف على 3 سنوات كل يلي بيطلع على التقاعد مش مفروض نجيب حدا محله، بس مفروض ان المؤسسات يلي بحاجه وانطلب من خلال الخدمه المدنيه وانعملت فحوصات وطلعت النتائج واللي نجحوا بعضهم ناطرين، هذا الشيء معيب انه ما يكونوا التحقوا لليوم.
عندك كل الحق، لأنه هيدا حقك كمواطن لبناني إنك تدخل على الوظيفة، حقك. وما بعرف ليه بدهم لبناني يكون يعني يا شيخ، ما بعرف ليه يعني كل طاقات الشباب مفروح تكون هلأ بالبلد كلها، كل هالدم الجديد، كل هالخبرات اللي عندهم، كل هالنشاط هالحيوية، هيك يعني بلدهم مفروض ينهض فيهم معهم. للأسف نحن عم نحن يعني كأنه الدولة اللبنانية عم تقول له يلا روح لبرا، هيدا الشيء ما بيصير. لازم نحافظ على كل شاب وصبية بلبنان ملاقي له فرص عمل، لأنه فرص العمل هيدي من كرامة الناس، من وجبات الدولة. أنا صراحة بتعرف قد ايه بهذا البرنامج عم ندعمكم وعم نوصل صوتكم. ترجع للمسؤولين المعنيين اليوم يرجعوا يراجعوا شوي الموضوع وتكون الأولوية لإلكم. كمان اتصال. ألو. تفضل. تفضل. ألو. إيه تفضل مسيو. مدام ريبيكا. نعم. بونجور. بونجور. مشكلتنا نحن ماء يا مدام ريبيكا، صرنا 25 يوم قاعدين بدون ماء. وين؟ مثل الخيط بزوم كايل. بزوم كايل تحت الطريق. يعني عم توصل لعندكم بس خفيفة. مش خفيفة، خيط ما عم نقدر. كان في عندي ناس من أوروبا ما قدرنا تحممنا يا مدام. أنا رح شوف شو الوضع، بس هي يعني إذا عم تجي يعني ما فيش عطل، بس ليش خفيفة بدي أسألك. أوكي صورة اليوم نشوفها سوا. يعني هل يعقل هالولاد طالعين من السيارة بهالشكل؟ هيدا مش ممنوع؟ هل انعمل ضبط؟ وين سلامتهم؟ يعني ما بعرف الأهل مرات إذا مش حريصين على سلامة أولادهم كيف؟ هيدا شيء مش مسموح ببلدنا. بقى نشوف أولاد على الطرقات وأولاد طالعة من شبابيك السيارات، لأنه هيدا خطر على سلامتهم. بعطيكم موعد بكرة دايماً عبر الـ MTV. الحل عنا، إلى اللقاء.